أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لموالد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للثلاثين من شهر نوفمبر إلى الجمعة السادس من شهر ديسمبر. أهم الأحداث الفلكية: انتقال كوكب المشتري جوبيتر إلى مجموعة الجدي الترابية فجر الثلاثاء، مما يدخل مواليد القوس بفترة خلو مسار تستمر إلى 23 من شهر ديسمبر. أكثر المتأثرين بالانخفاض هذا الأسبوع مواليد العشرية الثالثة. يبقى المشتري في الجدي إلى 19 من ديسمبر 2020، وبذلك يكون الجدي من أفضل أبراج عام 2020. يرفع معه وبنسب متفاوتة وبأوقات مختلفة كل من برجي الثور والعذراء، إضافة إلى الأبراج المائية الصديقة الحوت والسرطان والعقرب. الأبراج التي سترتفع بالأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع الميزان والعقرب، والأبراج التي ستواجه الانخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع مولد برجي الثور والجوزاء. الصدارة إلى مولد برج العقرب مع ارتفاع إلى كل من السرطان العذراء والميزان، وانخفاض إلى أبراج القوس الثور والأسد. في بداية الأسبوع سترتفع مؤشرات الدلو، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات كل من برجي الحوت والجدي، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الحمل وتنخفض مؤشرات الجوزاء. الحمل يحقق مكسب مالي وله 4 نجوم. الثور عليه الحذر من المقربين وله نجمتين. الجوزاء يتعرض لوشاية أو مساس بالسمعة، عليه الانتباه وله نجمة واحدة. السرطان يوطد علاقته بالحبيب وله 4 نجوم. الأسد يشعر بالوحدة والملل وله نجمتين. العذراء في شباك الغرام وله 4 نجوم. والميزان يستنشق الصعداء وله 3 نجوم. العقرب قمة في النشاط والحيوية وله 5 نجوم. والقوس تزداد مصاريفه وله نجمة واحدة. الجدي يسمع خبر سار وله 4 نجوم. والدلو ينتظر مفاجأة وله 4 نجوم. الحوت لديه لقاء مميز وله 5 نجوم. الحصان تتسلط عليه الأضواء وله 5 نجوم. والكلب يصل لحل مشكلة عالقة وله 4 نجوم. الأرنب عليه الاهتمام بصحته وله نجمة واحدة. اللقلق يحقق انتصار وله 5 نجوم. والذئب يفارق حبيب وله نجمتين. وأخيرا مولود برج شجرة الأرز الدرويدي مبعثر الأفكار وله نجمتين. أفضل الأبراج: أولا الحصان العقرب، وثانيا الكلب العقرب، وأسوأ الأبراج الأرنب القوس في العشرية الثالثة. أرقام الحظ لأفضل شخصيتين في الأسبوع: الحصان العقرب والكلب العقرب، 3 5 6 12 15 23. نستفيد من أرقام الحظ في أمور حياتية متعددة كتحديد موعد لسفر أو مقابلة مهمة في العمل والعاطفة، أو تحديد موعد لعملية جراحية أو عقد قران، أو تاريخ ولادة لعملية قيصرية، أو الدخول في منافسة مالية كسحب بطاقة يا نصيب أو مضاربات في أسواق المال العالمية. ملك هذا الأسبوع مولود الأربعاء 4 ديسمبر 2019، شخصية قيادية طموحة مثابرة عصامية كثيرة التغيرات الإيجابية، محبة للسفر ومتطلعة ومثقفة ولا ترضى بالحلول الوسطى، وستحظى بمكانة مرموقة بين المتميزين وأصحاب القرار. أعزائي، لمعرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بإمكانكم الدخول على موقعي الرسمي باراسكوبا في صندوق المعلومات. إذا أعجبكم هذا الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهذه أحلى وردة لصاحبة أو صاحب أول تعليق. تتضمن الخارطة الفلكية الأوقات والأيام والساعات المناسبة وغير المناسبة عاطفيا ومهنيا وصحيا ونفسيا، وأوقات السفر وحركة القمر في المجاميع النجمية،
وتجنب الأوقات السيئة وفترات خلو المسار والتراجعات الفلكية، الأوقات المناسبة لمصالحة أو معاتبة حبيب أو إجراء عملية جراحية أو قيصرية أو القدوم على خطبة أو عقد قران أو التقديم على وظيفة أو المبادرة بمشروع عمل، إضافة إلى تحليل كامل بالنسب المئوية للبرج البابلي والصيني والهندي والدرويدي والتوافق مع الأبراج الصديقة وغير الصديقة، مع النصائح والإرشادات لمن يرغب بالحصول على الخارطة الفلكية الشخصية لعام 2020 مع الكشف الروحاني والحجر المناسب له أو لأي برج يختاره. بإمكانه مخاطبتنا على أرقام المركز الظاهرة ومن خارج العراق بإضافة 00964، وسيتم تزويده بطلبه بمدة قصيرة وبثمن مناسب كملف PDF عبر البريد الإلكتروني. الخارطة الفلكية بسعر ثابت لكل الجنسيات ولأي وقت من أوقات السنة، غير قابل للزيادة أو النقصان، وهناك خصم 10% لمن يطلب الخارطة الفلكية مع الكشف الروحاني والحجر المناسب، وخصم 15% للمتعاملين معنا سابقا ويطلب الثلاثة. يتضمن ذلك الطرد البريدي الاعتيادي لأي دولة في العالم. مركز سلمى لعلوم الفلك والعلاج في الباراسايكولوجي والطاقة، إيجاد حلول المشاكل النفسية والروحية الحياتية المختلفة، إيجاد حلول المشاكل الزوجية العالقة، توافق الشركاء قبل وبعد الزواج وكيفية اختيار الشريك، اختيار اسم المولود بالحظوظ الجيدة، العلاج بالطاقة والشاكرات والطب الصيني والبديل، جعل الحياة أكثر سعادة وصحية للاستفادة من طاقة المكان انثينك شوي، أجمل وأندر الأحجار الكريمة والمتحجرات في العالم ذات الطاقة الروحية، قراءة الطالع والمستقبل وفق الخارطة الفلكية. للحجز والمعلومات زين العراق 0781-61-26-37، آسيا سيل 0772-10-80-120، أوقات العمل يومياً عدا الجمعة من الساعة 1 إلى 9 مساء، بغداد كرادة داخل شارع الحمام مقابل حمام حجي مهدي.